السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ده فيديو كلمات يونت 3. طبعا احنا خلصنا يونت 1 بالكامل، خلصنا يونت 2 بالكامل، ونزلنا جزء كده صغير من قواعد يونت 3، ناقص لنا كلمات يونت 3. طيب الفيديو ده نزل لك قبل الامتحان بتاع ربع المنهج بتاعك. ليه؟ عشان يبقى انت وانت داخل الامتحان خلاص مريت بكل الاسئلة اللي ممكن تقابلك، عرفت الصح من الغلط ايه، كل ده عشان تبقى انت جاهز للامتحان بتاعك باحسن شكل ممكن. طبعا الكلمات محتاج الاول قبل ما تتفرج على الفيديو تكون حفظت الكلمات كويس وحليت الاسئله، وبتشوف بقى انت بتحل صح او غلط. في بعض الاسئله طبيعي تكون حلتها غلط، انت كده كده في الاول وفي الاخر مش شكسبير يعني محتاج تكون حل كل الجمل صح، انت طبيعي تكون حليت جمل غلط. بس تعالى بقى نعرف النهارده الصح من الغلط ايه. فيديو النهاردة مهم، كلمات يونت 3 مهمة وجديدة، أغلبها ما شفتوش قبل كده، يمكن عد عليك مثلا في تانية ثانوي، لكن أغلب الكلمات كانت جديدة، فتعال نبص عليها ونشوف الدنيا ماشية معانا إزاي. بالنسبة لأول سؤال، طبعا احنا في صفحة رقم، عشان الناس اللي مش عارفة، صفحة رقم 88. ماشي. My older brother has a نقط in math from Cairo University. بيقولك إن أخويا الكبير عنده حاجة معينة في الماث في الرياضة من جامعة القاهرة، فتفتكر أخويا عنده إيه؟ عنده درجة علمية في الماث. درجة علمية يعني ديجري. إذا مستر هي مش ديجري دي يعني درجة حرارة؟ قلتلك إن كلمة ديجري تنفع بمعنيين، درجة حرارة أو درجة علمية. إن شخص ياخد ماستر أو ماجستير من الجامعة دي اسمها ديجري، إن شخص ياخد بكالوريوس دي اسمها ديجري، شخص ياخد دكتوراه دي اسمها ديجري. طيب نكمل. الأكسجين is released، بيطلع في حاجة of photosense process. أصلاً أنا يعتبر جاوبتك دلوقتي على السؤال. photosense اللي هي البناء الضوئي، هي اسمها بالعربي عملية البناء الضوئي. عملية هنا بمعنى process. إيه ده مستر؟ هي مش كلمة operation يعني عملية برضو، وكده كده ما عنديش operation، بس أنا قلت لك إن operation أو العملية بتكون كلمة operation بتكون في الجيش، بتكون في المستشفيات، وبتكون في الكمبيوتر. لكن بقى عملية البناء الضوئي دي اسمها process، عملية الترجمة دي اسمها process، عملية الاستبعاد دي اسمها process، عملية مثلا تصنيع الورق من الخشب دي اسمها process، وهكذا. حتى كان في سؤال زي كده عندك في امتحان الحصة. بعد كده most of the food we buy، اغلب الاكل اللي بنشتريه بيبقى اكل مصنع بطريقه او باخرى، in some way يعني بطريقه او باخرى، بيكون اكل مصنع processed food يعني اكل مصنع، اكل معمول في المصانع وحاجات زي كده. processed جايه من كلمه process اللي هي عمليه، اكيد مش هيقول الاكل عمليه، الاكل هيكون معمول في عمليات صناعيه فبنسميه processed. pros دي معناها الايجابيات، pros and cons مزايا وعيوب. بكتيريا، البكتيريا هتبقى ايه يا مستر؟ الا لو شفناها تحت الميكروسكوب. قالك البكتيريا طبعا هتكون غير مرئيه. احنا اتفقنا كان في كلمه جميله قوي اسمها فيجوالز. فيجوالز يعني مرئيات او بصريات. قلنا دايما بنستخدم في الافلام الفيجوالز افكت عشان اللي هو المؤثرات البصريه. ففيجوال يعني حاجه بنشوفها، فيزيبل يعني حاجه مرئيه، انفيزيبل يعني حاجه غير مرئيه. فطبعا البكتيريا هي حاجه انفيزيبل غير مرئيه. نكمل بعد كده. Exercise can have a not effect on your health and fitness. طبيعي الاكسرسايز هيكون ليه تأثير إيجابي، positive effect. في بعض الأسئلة بتمر علينا كده لأنها أسئلة واضحة وصريحة، أنا متأكد أنت حتى شخصيا ما أخدتش فيها وقت، لكن في أسئلة بيكون فيها بعض الشرح محتاج أن أنا أشرحها لك. بعد كده my parents، أهلي بيعملوا حاجة معينة ليا، مي أهو، to work hard at school، عشان اشتغل كويس في المدرسة اكيد اهلي بيشجعوني. encourage يعني يشجعوني، discourage يعني ما يشجعونيش، اكيد اهلي بيشجعوني عشان اشتغل كويس. انا بلاقي ان الشغل بتاعي difficult صعب، لكن صحابي بيلاقوه very نقط، بيلاقوه حاجة معينة. في ناس بتشوف الشغل بتاعها صعب، في ناس بتشوف ان الشغل بتاعها بيشجعها ان هي تخلص، بتلاقي الشغل بتاعها encouraging مشجع ان هو انا عايز اشتغل وخلصه كده. It was a great football match، كان ماتش عظيم جدا جدا. الفريقين لعبوا ايه؟ لعبوا بطريقة كويسة positively، اكيد ما لعبوش بشكل جبان crowdly، ولا لعبوا بشكل negatively سيء او سلبي، ولا لعبوا بشكل badly سيء، اكيد لعبوا بطريقة ايجابية طالما الماتش كان great، كان عظيم. Students in the secondary school، الطلاب في المدارس الثانوية، are far too نقط in their studying in. لو فكرت كده
الطلبة في المدارس الثانوية زيك بيكونوا ايه في الدراسة بتاعتهم؟ بيكونوا يا مستر دايما مرهقين في الدراسة، منغمسين في الدراسة ومركزين جدا جدا فيها. المفروض يعني زيك انت قاعد كده، ما انت بتتفرج على الفيديو يبقى انت اكيد شخص منغمس في الدراسة ومركز في الدراسة بشكل كويس. طيب منغمس دي لو انت فاكر لما كنت بحكي لك القصة بتاعت يونت 3، قلت لك ان كان الليكويد او السائل حوالينا من كل مكان، فاكننا كنا immersed in sea، اكننا كنا منغمسين في بحر. فالانسان لما يا شباب يقعد ينغمس في حاجة ويعملها بشكل كويس قوي ويركز فيها جدا، يخلي كل طاقته ليها، ده شخص بيكون immersed in. هو الراجل كتر خيره مديك ان، يبقى انت عايز immersed اللي هي منغمس. طيب the products of Toshiba، المنتجات بتاعة توشيبا متباعة على نطاق واسع في كل العالم، all over the world، تعبير بمعنى جميع أنحاء العالم. فاكر لما قلت لك إن على نطاق أوسع، لما كنت بحكي لك الحكاية بتاعتنا في القصة وقلت لك إن كل حاجة في الدنيا كويسة تستاهل منك مجهود، يعني دخولك للكلية اللي بتحلم بيها ده حاجة حلوة صح بس محتاجة منك مجهود، نجاحك في الشغل بتاعك ده حاجة حلوة طبعا بس محتاجة منك مجهود، انك تجيب عربية دي حاجة طبعا كلنا بنحلم بيها بس محتاجة منك مجهود عشان تعملها. اي شيء في الدنيا كويس وحلو هتلاقي محتاج منك مجهود. الحاجات اللي مش كويسة بس هي اللي مش محتاجة منك مجهود. فكر كده في أي حاجة سلبية وغلط عليك هتلاقيها سهلة أوي في المتناول، إنما الحاجات دايما الكويسة واللي هتعود عليك بالنفع صعبة ومحتاجة منك مجهود. طب أنت بتقولي ليه المثال ده يا مستر؟ عشان on big scale أو on bigger scale، على نطاق أوسع أو على مستوى أوسع، دخولنا للجنة ده احسن حاجه في الدنيا او احسن حاجه خلاص احنا بنسعى لها بقى عشان نوصل لها ان شاء الله. قال لك ده يا مستر حاجه محتاجه برضو مني مجهود. يبقى ايه ده يا مستر؟ انت عايز تقول ان اي حاجه في الدنيا محتاجه مني مجهود هتكون كويسه؟ اه طبعا اي حاجه في الدنيا محتاجه منك مجهود هتكون كويسه. فالحاجات اللي في الدنيا زي الكليه زي الشغل زي العربيه دي كلها حاجات كويسه محتاجه مننا مجهود عشان نعملها. على نطاق اوسع بقى دخولنا الجنه ده حاجه برضو محتاجه مننا مجهود ومعافره وحاجات زي كده. نطاق اوسع on big scale. ليه مش scales يا مستر؟ عشان عندي وانا درست معاك يا مستر في اول السنه ان او ان بتيجي مع المفرد مش بتيجي مع الجمع. طيب فبيقول لك ان منتجات توشيبا بتتباع على نطاق واسع في كل جميع انحاء العالم مش بس في مصر، يعني لانها ريلايبل، لانها موثوق فيها. ريلايبل جاي من فعل الراي اون، ريلاي اون زي ديبند اون، الاثنين معناهم يعتمد على. انا عايز اقلل السيكنس بتاع الفون، انت عايز اقل شويه كده كويس؟ اه كده قشطه ماشي. طيب اصلا بصور لكم على السبوره كده بقى، قلت قبل الامتحان الشامل اظبطكم واصور لكم على السبوره الكبيره الحلوه والاضاءه الحلوه عشان ايه اظبطكم. المهم water will be the cause of many wars، الميه هتبقى سبب حروب كتيره في المستقبل. لو انت بتسمع يعني من المفترض انك هتلاقي في مصر واثيوبيا في بينهم حروبات او حروبات في منهم حروب كتيرة على المية، ان اثيوبيا عايز تعمل سد ومصر بتحاول تمنعها وحاجات زي كده. بيقول لك ان المية في وقت من الاوقات تبقى سبب حرب كبير جدا، وورز الحرب. بمناسبة ذكر الحرب يعني فندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ان شاء الله يرحم امواتهم، هم كده كده ان شاء الله شهداء انهم بيحاربوا على بلدهم وعرضهم وكل الكلام ده، وطبعا يعني ندعي للعايش منهم بالصبر وان هو يكمل ويعافر لحد ان شاء الله ما ربنا ينصره. المهم you can not orange by mixing red and yellow، عشان تعمل اللون الاخضر ممكن تعمل ميكس، تعمل خليط ما بين الاحمر والاصفر عشان تكرييت تصنع اللون الايه البرتقاني. الله is the creator of the universe، ربنا هو الخالق بتاع الكون. كلمه creator بالاو ار، خد بالك creator دي اخرها اي ار، لا ده بيلخبطك، بس creator جاي من كلمه create يخلق، ربنا هو الخالق واحنا creatures مخلوقات. thieves الحرامية، خدت بالك thieves الفي جمع، thief مفرد حرامي، thieves جمع بالفي زي كلمة half و halves. طيب المهم يعني الحرامية عملوا ايه؟ الفلوس اللي سرقوها في الكهف، خبوا الفلوس اللي سرقوها في الكهف، خبوا يعني hide. هايد ايه ده مستر؟ هايد دي او هيد، معلش هايد هيد دي جايه من هايد اللي هو يخبي حاجه، هايد يعني يستخبي او كده، عارف انت لما
تبقى عايز تنزل ستوري على الواتساب معينة ومش عايز أي حد من أهلك يشوفهم، فبتعمل لهم هايد، بتخفي الستوري دي عنهم. ماشي، طبعا أنت فاهمني، وربنا يستر عليك وعلينا. فهنا هم خبوا الفلوس في الكيف أو في الكهف. I would like to go home early, not then risk the roads at night. بيقول لك أنا أفضل أن أنا أروح البيت بدري بدل مخاطر بنفسي في الطرق بالليل، بدلا من اسمها rather than. rather than يعني بدلا من، هتلاقي في عندك جدول في language notes في كلمة rather than. طيب بعد كده bridges الكباري are designed to connect places rather than نقط them. rather than dividing them. rather than تعبير بيجي بعديه verb اخره ing او noun. طيب بعد كده هنا بيقول لك ان الكباري بتربط، المفروض مصممينها عشان تربط البليسز الاماكن ببعض بدلا من انها تعمل لهم ديفايد تقسمهم، فبدلا من برضو rather than. There were not any not copies available from the publisher. ما كانش في اي نسخ اي متاحة من الببلشر الناشر، ما كانش في نسخ مطبوعة printed. قلنا في يونت 1، بص هو ده دي حلاوة الانجليش، ان انت اللي بتاخده في يونت 1 و 2 بيكمل معاك 3 وهكذا. قلنا ان كان من الجرائد النيوز بيبر بيبقى فيه 2 فيرجنز، نوعين، يا اما جريدة برينتد مطبوعة يا اما جريدة ديجيتال رقمية على الانترنت وكده. Water is essential. كلمة essential دي جميلة قوي، زي important او necessary، مهمة. المية ضرورية لكل اشكال الحياة. For all life's not أو for all life not all creatures can't live without it. كل الكائنات أو المخلوقات مقدرش تعيش من غيرها. For all life forms. جميع أشكال الحياة. بعد كده printing is a not of writing when you write each letter separately rather than joining. بص rather than جا بعدها joining ing the letters of a word. عايز اقول لك ان الطباعه هي الطريقه ان انت تكتب الحاجه، فان الحاجه تكون مطبوعه على حاجه كده عند ورقه عندك بدل ما تقعد تكتبها انت بخط ايدك يعني. فهي بيقول لك ان البرينتنج ده ميثود، ميثود بتساوي كلمه واي طريقه. فاكر لما اخذنا ان لازم ان احنا يبقى عندنا طريقه معينه بنشتغل بيها وهكذا، فكلمه طريقه يعني واي بتساوي كلمه ميثود. ستايل يعني اسلوب، لا الطباعه دي مش اسلوب، الطباعه دي طريقه. طيب وي ستوبد، طبعا هو ايه اللي ما انا عارف، وي ستوبد ات ذا توب اوف ذا ماونتن تو ادماير نوت اوف ذا سي. وقفنا على قمه الجبل عشان يعني عارف ايه يا شباب، ايه، نتامل في المنظر، المنظر اللي هو سايت اوف ذا سي. سايت دي معناها المنظر، لا سايت هنا مش تنفع، هتبقى فيو. To admire the view of the sea. سايت دي، تعالى بس الاول نجيب القلم. فيو ده يا شباب لما يجي يقول لك ايه بص الفيو ده جميل ازاي، سايت دي بمعنى رؤيه، تنفع فيرب بمعنى رؤيه او النظر نفسه او كده، مش تنفع هنا في السياق بتاع الكلام ده، مش تنفع. نقط the old man died after long term illness. الراجل مات بعد مرض طويل، فهيبقى لحسن الحظ ولا سوء الحظ؟ سوء الحظ unfortunately. Unfortunately لسوء الحظ الراجل مات. The money I paid to the hotel included. الفلوس اللي بدفعها للأوتيل بتشمل البريكفاست which I used to have every day. يقول لك ان الفاتورة بتاعتي او الفلوس اللي بدفعها في الأوتيل بتشمل، لما يجي يقول لك ايه يا شباب لما تروح أوتيل الفلوس بتاعتك دي بتشمل الفطار والغداء والعشاء، بيقول لك انه هنا بتشمل، تشمل يعني include، consist تتكون، contain تحتوي على، consisted او consistued دي زي consist كده. طيب for his birthday party علي had a spectacular big cake. كيكه كبيره بشكل مذهل، spectacular يعني بشكل مذهل. unlike in the cinema، على عكس ما في السينما، كل الممثلين في المسرح are in direct contact with their viewers. مين يا شباب يقول لي في السينما هل الممثلين بيكونوا بيتكلموا مع المشاهدين؟
لا يا مستر، ما بيكونش في اي نقاش معاهم، ده هو الفيديو او الفيلم متصور هما بيشوفوه بس مش اكتر. انما في الثياتر المسرح ايه اللي بيحصل يا مستر؟ لا، الممثلين ممكن يتكلموا مع المشاهدين، المشاهدين اللي هم الفيورز، يعني دلوقتي قاعد بتتفرج على الفيديو انت فيور، فيور اللي هو ايه؟ مشاهد. فمن المفترض بقى انك تظبطني، تعمل لايك، تعمل شير، تخش تكتب كومنت، اي حاجه حبيبي يا مستر حسونه، يعني ظبطني، قاعد مكلف نفسي واعمل لك فيديو وجايب لك شاشه كبيره واضاءه، يعني ظبطني مش هتخسر حاجه. طيب المهم، we couldn't go out، ما قدرناش نخرج لان المطره was not، المطره كانت بتنزل down all day. بصوا الصح هنا تبقى boring بس باليو، يعني cheating ما تنفعش، failing ما تنفعش، failing دي تفشل، هو دي المفروض الصح بس عدلها خليها باليو. poor بالشكل ده كده يا شباب، ان المطره بتهطل بمعنى اصح، ماشي، هطول المطر. The note is a piece of paper for writing on or containing information. بيقول لك هي حاجة بنكتب عليها الشيت. The sheet هو ورقة، أو عارف لما يجي يقول لك خد الشيت من المكتبة، الشيت ده اللي هو الإيه؟ ورقة بنكتب عليها أو كده، فرخ بنكتب عليه. هو جزء أو قطعة من الورق بنكتب عليها. The days اللي هي الأيام written by طه حسين is its tense نقط. It is a successful book. مية شاب يقول لي لما الكتاب بيتباع منه نسخ كتيرة يبقى هو كده كتاب ناجح، صح؟ ولا يقول لك الطبعة الخامسة، الطبعة العاشرة، الطبعة مش عارف ايه، it's tense copies، في نسخته العاشرة. بعد كده big food companies use نقط to keep their products attractive and healthy. بعض الشركات الكبيرة بتاعت الأكل بتحط الأكل بتاعها في إيه عشان تحافظ عليه إن هو يكون attractive، جذاب للناس عينيها كده تشوفه، ويكون healthy في نفس الوقت، بتحافظ عليهم في تنز اللي هي علب الإيه اللي قلنا علب الصفيح، لما كنا بنتكلم على القصة بتاعتنا إن هم حطوا لنا الأكل في لفات رول وفي تنز علب صفيح. اللي بعدها this products المنتج ده is selling very well because the نقط is so attractive، لان الباكجينج is so attractive. يعني بالمناسبه باكجينج طبعا هو التغليف، بسمعها كتير قوي في الفيديو بتاع الاكل، يقول لك بص الاكل ده متغلف ازاي. بالمناسبه دي برضه تعالى نتكلم على حاجه كده، معلش هي جانبيه سريعا، بس مثلا دلوقتي في مقاطعه المفروض للمنتجات الغازيه وحاجات زي كده، في منتج مصري المفروض اسمه V7، فالناس كلها بتشكر فيها، تلاقي بالاناناس والبينا كولادا اللي هو الاناناس والجوز الهند، حاسس ان انا تطرقت معاكم الموضوع، بقت فود ريفيو، بقت منعش في نفسي قوي. بس من المفترض يعني ان المنتج ده شد الناس، طبعا بعيدا عن ان هو مصري والناس عايزه تشتري مكان الحاجات اللي مقاطعينها، بس شد الناس حاجه في الباكجينج، في التغليف بتاعه، ان المنتج ده فيه غطا من فوق بيمنع ان اي حاجه تكون على المكان اللي بنشرب منه الكان، فهنا الباكجينج او التغليف بتاع المنتج كان كويس، فباكجينج اللي هو التغليف. طيب on نقط we can do without technology now، on balance بيقول لك في المجمل احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه من غير التكنولوجيا دلوقتي، فعلا دي حقيقه، التكنولوجيا بالنسبه لنا بقت كل حاجه، انا دلوقتي بصور لك من خلال التكنولوجيا، انت تتفرج عليا من خلال التكنولوجيا، اغلب شغلنا بقى عن طريق التكنولوجيا. she نقط that the man wanted to kill her it wasn't true، هي قالت ان الراجل كان عايز يقتلها وده ما كانش حقيقي. she accused that the man، لا ما ينفعش اقول accused، accused يعني اتهمت، بيجي بعدها of، she accused the man of، ما ينفعش يجي بعدها that. طب اقول يا مستر she imagined، هي تخيلت ان الراجل كان عايز يقتلها بس ده ما كانش حقيقي. هنا يا شباب admitted يعني اعترفت، ينفع اقول هي اعترفت ان الراجل كان عايز يقتلها ده ما كانش حقيقي، ما ينفعش. deny يعني انكرت، فانت محتار بين accused اتهمت و imagined، بس accused ما ينفعش يجي معاها that، بيجي معاها of. اخدناه في يونت 1، كان حتى في سؤال عليك في الامتحان بتاع الحصه. parents should have a great note on their children they should try to persuade them to be polite with others، يقول لك ان الاهالي عندهم حاجه عظيمه قوي على ابنائهم، المفروض يحاولوا معاهم ان هم يقنعوهم persuade ان هم يكونوا polite محترمين مع الاخرين. الاهالي ليهم تاثير كبير، كلمه تاثير يعني impact، impact on. طب مستر ليه مش affect؟ لان ولا affect ده فعل، الفعل ما ينفعش يجي قبله الآلي بتيجي مع النوم، الاسماء، الاسماء المفرد تحديدا زي impact، impact دي بتساوي كلمة effect، تأثير، اخدناه في نوت 1 برضو. the surround sound make us enjoy، لما قلت لك الصوت المجسم بيخلينا نستمتع بالتجربة في السينما وحاجات زي كده.
The president, الرئيس tries to نقط a vital economic policy it will improve our economy. بيقول لك ان الرئيس حاول يعمل خطه او ينفذ خطه ان هي تكون حاجه مهمه قوي للاقتصاد بتاعنا عشان يحسنوا ويطوروا حاجات زي كده السياسه للاقتصاد عشان يحسنوا ويطوروا. فكلمه ينفذ او يعمل حاجه دي اسمها implement. The hammer is the نقط that the criminal used to kill his victim. Mr. الهامر او الشاكوش كان هو الاداة اللي استخدمها المجرم انه يقتل الفيكتم بتاعه الفيكتم اللي هي الضحية بتاعته. طيب is the tools ما هي tools ادوات بس تعال نفكر سوا ينفع اقول الهامر هو الادوات؟ لا equipment معدات بتكون معدات فيها التكنولوجي الهامر ده حاجه يدويه ما ينفعش اقول عليه equipment. طب ايه البديل implement اللي معناها اداه؟ لو انت بصيت في الكتاب بتاعنا تلاقي كلمه implement معناها ينفذ او معناها اداه الاثنين ينفعوا. يعني ممكن اسوي كلمه implement بكلمه tool اداه. طيب factories المصانع want to earn more المصانع عايز تكسب اكتر so they use machine to mass produce انتاج ضخم اخذناه. In 1980, Toyota launched the first mass production mountain car. أو هنا بقى أنا بوصف العربية فما ينفعش أقول عليها mass production أقول عليها mass produced. عارفين يا شباب العربية اللي كان بيقول لك أعتقد تويوتا الدبابة حاجة زي كده كان بيجي إعلانها في التلفزيون زمان فبيقول لك إن بدأت تنتجها بشكل ضخم mass produced mountain car. هو هنا بيوصف العربية انها بتتنتج بشكل لو بيتكلم على انتاج بشكل ضخم بشكل عام اقول ماس برودكشن الانتاج بشكل ضخم اسمه ماس برودكشن لكن هوصف حاجه انها بننتجها بشكل ضخم اسمها ماس برودوسد كذا. اللي بعده it was my father's habit to not every problem cautiously he was careful enough not to cause any harm. بابايا كان عنده عاده ان هو بيبص على كل مشكله cautiously جاي من كلمة caution اللي هو بحرص او بحذر كده عشان هو ما كانش عايز يسبب اي ضرر لاي حد. فبيقول لك عنده habit ان هو approach احنا قلنا approach شباب يعني بمعنى ايه طريقة معينة او نهج معين او سلوك معين او بيقترب انه يحل المشكلة بطريقة معينة. فهو كان عنده طريقة كده ان هو ايه ان هو يحل المشكلة بدون اي مشاكل وعن طريق الحذر. The Olympic Committee لجنة بتاعة الأولمبيات should not squash into the Olympic Games should introduce squash مفروض تضم السكواش للأولمبيات وحصل ده خلاص اتضمت باين للأولمبيات اللي جاية أو اللي بعدها مش بتاعة باريس دي اللي بعدها أعتقد إن الأولمبيات تضم لعبة السكواش احنا طبعا كمصريين شطار جدا في السكواش فدايما بنطالب ان الاولمبيات تضم اللعبة دي لينا فكلمة هنا introduce يعني يقدم حاجة او يضم حاجة تنفع الاثنين introduce طبعا جاية من كلمة introduction مقدمة. اللي بعده my mother bought a او a نقط for catching mice now we all feel calm. ماما اشترت حاجة معينة تقف بيها او تقفش بيها المايس الفيران فكلنا دلوقتي خلاص بنشعر بالهدوء والسكينه والكلام ده كله. فماما اشترت جهاز يعني ديفايس. The company should اوكي مستر معلش هو ليه مش equipment؟ ما equipment معناها معده برضو عشان او ان بتيجي مع الحاجات المفرد اللي بتتعد الكاونتبل. ولو انت فاكر في قبل المنهج ما يبدا كنت عامل لك جدول في الكلمات اللي مش بتعد كان من ضمنهم كلمه equipment دي كلمه uncountable. ماشي the company should arrange a نقط place and time for the meeting all the members should attend. كل الناس لازم تحضر يبقى لازم يدوروا على ميعاد مناسب convenient او ملائم. فاكر لما قلت لك عملوا لنا بطريقه لما حطوا لنا الاكل كده في تن وحطونا في باكج فده كان طريقه inconvenient غير ملائمه convenient يعني ملائم او مناسب. My friend is deeply not in debt debt اللي هو الديون ال be silent. The bank will inform the police about him. صاحبي منغمس جدا او مش منغمس يا شباب عارفين ان هو متورط جدا في الديون فالبوليس البنك هيبلغ البوليس متورط involved in involved in يعني متورط فيه. بعد كده
45 you shouldn't knot yourself in unnecessary نفس الفكره you shouldn't involve yourself ما كانش المفروض ان انت تنخرط او تحط نفسك في حاجات او مصاريف expensive يعني مصاريف جاي من كلمه expensive unnecessary يعني غير ضروريه لان انت محتاج كل جنيه عشان جواز بنتك الجمله دي قلبت عليا المواجع عشان الواحد قاعد بيفكر دلوقتي في مصاريف الجواز فايه اللي هو يعني اكيد مش هجوز بنتي انا لسه عايز اتجوز انا شخصيا عشان اتجوز بنتي فبرضه مصاريف جواز يعني مارج بشكل عام انا خلاص بتعقد اول ما اشوف كلمه مارج خلاص بتقفل المهم in the theater في المسرح I changed my seat غيرت المقعد بتاعي to get a complete view عشان الاقي يعني رؤية كاملة للستيج نقط means extremely good exciting or surprising بيقولك هي حاجة بتعني الحاجة جيدة جدا او كويسة جدا او مثيرة جدا spectacularly طريقة مذهلة كده مش boring ممل ولا terrifying مرعب ولا especially خصيصا on the whole قلنا في تعبات الشباب دايما بيجي معها on big scale on قلنا big scale on balance on whole كل الكلام ده بيكون معناه على حسب بقى كان في جدول عندك في كل التعبات دي ف on the whole في المجمل اعتقد كذا 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 طيب technology helps us discover new cures for new disease بنكتشف علاجات للامراض الجديده for لاجل الامراض الجديده some people's not on evolution is based on religion not on scientific findings evolution اللي هو التطور نظرية التطور بتاع داروين وكده بيقول لك ان بعض الناس بتبص نظرية التطور دي بجزء ديني شوية مش جزء علمي وطبعا احنا من المفترض كمسلمين نبص الحاجة زي التطور دي بالاسلام بتاعنا وان اكيد لا مفيش حاجة اسمها ان الارض يتطور الانسان العبط ده كله فايا كان بدون دخول في تفاصيل يعني فهنا بيقول لك ان وجهة نظر الناس على التطور بتختلف فوجهة نظر اللي هي برضو الفيو إذا مثلا يعني كلمة view ممكن يكون معناها مشاهد أو يشاهد أو وجهة نظر أو منظر أو طيب the criminal's video was not by millions of people بيقولك إن الفيديو بتاع المجرم اتشاف بواسطة ملايين من الناس was viewed اتشاف برضو كلمة viewed the company hired الشركة يعني عينت أو أجرت أو استأجرت a powerful speaker أجرت سماعة صوتها عالي عشان تخلي الناس تسمع كل الفاينانشال بادجت فاينانشال يعني الاقتصاديه او الماديه وكده بادجت اللي هي الايه الميزانيه عارف انت الشركات كل اول سنه بيبقى عندها ميزانيه وحاجات زي كده فكانت عايزه تسمع كل الناس الميزانيه بتاعتها The Egyptian opera has expanded its not by singing songs from the shows وسعت بيقول لك ان الاوبرا وسعت ال بنقول عليهم ايه شباب بالعربي المتفرجين بتوعها او المشاهدين بتوعها اللي هو الاودينس اودينس يعني المتفرجين او المشاهدين طيب بنبقى بتغني اغاني من الشوز من الاعراض من العروض وحاجات زي كده طيب التكنيكال هو شخص someone who does not work in science or technology هو شخص بيعمل الشغل العملي التكنيكال ده يا شباب اللي هو الايه العالم او مش التكنيكال معلش مش الفيزن التكنيكال اللي هو التقني اللي هو يا شباب بيعمل ايه اللي بيعمل حاجات البراكتيكال العمليه فاكر لما كنت بقول لك احنا كان عندنا مهمه ميشن براكتيكال وثيوريتيكال براكتيكال يعني عمليه ثيوريتيكال يعني نظريه فالشخص اكيد التقني هو اللي بيعمل الحاجات العمليه طيب نقط someone who decide how to play film etc اللي هي يعني الى اخره should be made مين اللي شاب اللي بيحدد حاجه زي كده مين بيحدد ان الفيلم او المسرحيه هيتعملوا ازاي اكيد الدايركتور المخرج دايركتور يعني مخرج بيقول لك هي اللغه بتاعه الايران هم الناس البيرسون اخذناها في يونت 2 اعتقد اعتقد اخذناها في يونت 2 طيب بيقول لك هو ناس بيقضوا سنين من حياتهم في التدريب قبل ما يروحوا للسبيس اكيد دول على رواد الفضاء الاسترونوتس المصانع فاكتوريز already use not intelligence بيستخدموا الذكاء الاصطناعي artificial intelligence some people are interested in finding out about ده تعبير على بعض يكتشف عن حاجة معينة يكتشف عن العالم اللي عايشين فيه find out about على بعض ندى wants to know everything she is always curious curious يعني فضولية زي نوزي لما قلنا بنحط مناخيرها في كل حاجة ده شخص فضولي Some drivers have a sat nav, or sat nav, which is satellite navigation system.
اللي هو اعشاب الملاحه او الاقمار الصناعيه، اللي هو اسمه ايه بالعربي، اللي هو لما اروح من مكان لمكان اسمه ليه اسمه بالعربي طبعا مش فاكره دلوقتي، بس اللي هو ايه زي الجي بي اس كده ماشي. هو باللغه العربيه الفصحى اسمه نظام الملاحه العالمي. طبعا انت مش هتقول ملاحه ايه وانت مش تفهم، فهو المهم حاجه زي الجي بي اس بالظبط، سات ناف سيستم زي الجي بي اس. قشطه اوكي. بص انا كان هيطير دلوقتي من الواحد، بس الواحد عنده رد فعل سريع ولا الشناوي. المهم under our education تحت نظام التعليم بتاعنا تقدر تختار نوع المدرسة اللي عايز أولادك يروحوا فيها ويستقبلوا التعليم وكده. under our education system، سيستم يعني نظام. the computer's not intelligent artificial intelligence، خلاص عرفنا أي حاجة خاصة بالكمبيوتر artificial intelligence ذكاء اصطناعي اللي هو الـ AI. We believe on animals should be banned. احنا بنعتقد ان التجارب على الحيوانات يجب ان هي تتباند، تتمنع. التجارب يعني experiments. This was a system designed totally to immerse the نقط in the film like the visual did. بيقول لك ان في حاجة معينة عملناها، نظام معين عملناه عشان يخلي الناس منغمسين في الفيلم زي ما المؤثرات البصرية برضو بتخليهم منغمسين، يعني صوت وصورة. فبيعمل ده ليه؟ عشان يخلي المشاهد او المتفرج اللي هو الاودينس، اودينس يعني متفرج او مشاهد. يعني ممكن برضو لو كان عندي فيور كنت استخدمها مفيش مشكلة. لسوء الحظ the mobile was too expensive to implement on a large scale. بيقول لك ان الموبايل كان غالي ان احنا نقدر ننفذ ونشتريه وحاجات زي كده. طيب it wasn't until 1975 that not sound surrounded sound. بيقول لك ما كانش يعني لحد بدايه سنه 2000 او 1975 ما كانش في حاجه اسمها surrounded sound اللي هو الصوت المحيط. surrounded surround بس يعني محيط، هو اسمه surrounded sound بيوصف الصوت ان هو مجسم او محيط او بيطلع من كل مكان. وخد بالك هنا it wasn't until، تعبير اخذناه في unit 2 في القواعد بتاعتها. نكمل سؤال 68. مرادف of need، مرادف الاحتياج هو الايه يا شباب؟ هو ان الانسان يكون محتاج شيء require برضو. need و require يعني تطلب الحاجة او محتاج الحاجة. the machine automatically not the required information، هو بيقولك ان الالة بتعمل حاجة بشكل automatic لل required information لكل المعلومات المطلوبة وتبعتها عن طريق to his fax، عن طريق الايه الفاكس بتنزل كل المعلومات download. the officials in the airport، الموظفين او الضباط اللي في المطار بيراقبوا ال planes الطائرات ليه يا مستر؟ عشان يخلوا بالهم من اي sudden problem، اي حاجه بتحصل فجاه. monitor قلنا يا شباب يعني يراقب او بمعنى شاشه، تنفع الاثنين. فدايما في المطار بيبقوا قاعدين بيراقبوا كل حاجه بتحصل عشان يخلوا بالهم. The government is trying to provide not care to all Egyptian people. بيقول لك ان الحكومة بتحاول توفر الرعاية الصحية لكل الناس. health care. health care. الرعاية الصحية. بعد كده drugs ولا plants ولا herbs ولا cures، هم أدوية بنستخدمها عشان نعمل منها أدوية. هو drugs. drugs طبعا أدوية. أو نشاب drugs ممكن تكون أدوية ممكن تكون مخدرات على حسب سياق الكلام. بيقولك هي حاجة لما الدكتور بيقطع في جسم الإنسان عشان يساعد يعمل حاجة، دي عملية جراحية operation. وإحنا قلنا شباب دايما operation بتكون في الهوسبيتال في المستشفى. طيب in the past، في الماضي strong nations used to conquer. بيقولك إن الدول القوية كانت بتغزو الدول الضعيفة weak ones. in the past خلاص قلناها. nowadays most young people try to have physical fitness by going to the gym. الله الجيم بكده، دي جيم دي اللي كانت مكتوبة دي معناها جوهرة. ففتنس فيزيكال فتنس اللي هم يحافظوا على صحتهم البدنية. بالمناسبة شاب فت يعني لائق بدنيا، تعتبر عكسها فات ثمين. فدي حاجة ودي حاجة، الفرق اي وايه غيرت معناها خالص. A lot of young people like reading science fiction، بيحبوا يقروا عن الساينس فيكشن الخيال العلمي. The company should encourage innovation، الحكومة أو الشركة المفروض تشجع الابتكار أو الإبداع لو عايزة تفضل competitive، منافسة في السوق. innovation زي كلمة، هي جاية طبعا من كلمة
زي كلمة creative أو كلمة innovative. زي كلمة creative. creative يعني مبدع، innovative يعني مبدع، innovation الإبداع نفسه، زي كلمة creation كده، الخلق أو الإبداع بتاع الشيء. Many people feel bewildered. بعض الناس بيشعروا بالارتباك by speed of technological innovation. برضو الناس بتشعر بالارتباك بسبب التطور التكنولوجي السريع أو الإبداع التكنولوجي السريع. On a bigger scale على نطاق أوسع، بيقولك إن التكنولوجيا ساعدتنا إن إحنا ننقص حياة الناس كمان، مش بس إن إحنا إيه نطور حياتنا ونخليها أحسن، لا بننقص حياة الناس. لأن يا شباب طبعا أنتوا عارفين عن طريق التكنولوجيا بقينا عندنا مستشفيات على أعلى مستوى، بقت بتنقص حياة الناس طبعا بإرادة ربنا في الأول وفي الآخر. On the other hand على الجهة الأخرى، فطبعا عارفين on one hand من ناحية، on the other hand من ناحية أخرى. The boy works as an apprentice. الولد بيشتغل ك، السؤال زي كده حلناه قبل كده عشان كده اخترته على طول. بيقول لك ان الولد بيشتغل ك متدرب عند النجار لانه عايز يتعلم كل السكيلز، عايز يتعلم كل المهارات. ف apprentice جاي من كلمه apprenticeship اللي هو التدريب المهني. apprentice يعني متدرب. The Egyptian approach الطريقة المصرية في التعامل مع كارثة كورونا كانت wise، كانت حكيمة، وقدرنا نتعامل معها بشكل كويس طبعا. My father the approach زي كلمة way بالظبط. My father likes going to the نقط. He enjoys watching plays. بيستمتع بفرجة المسرحيات بتاعت عادل إمام. أكيد بيروح الثياتر المسرح. All over Egypt you can see a lot of advertisement. تقدر تشوف الإعلانات بتاعت الأفلام. Jobs can give writers experiences. الوظائف بتدي الكتاب تجارب ممكن ان هم يكتبوا عنها. She has نقط memory. She can remember well what she says. هي عندها visual memory. Visual memory يعني ذاكرة بالنظر كده. شو عارف اللي هو بنسميها ذاكرة فوتوغرافية، اللي هو لما الحد يبص لحاجة كتير بيحفظ. عارف انت ليلة الامتحان لما يكون عندك معلومات كتيرة ومش عارف تحفظها فتقعد تبرق لها كده لحد ما تحفظها. هي نفس الطريقة كده، هي عندها الفيجوال ميموري او الذاكرة اللي بالنظر. فيجوال جاية طبعا من كلمة فيزيبل اللي هي مرئي او حاجة بتتشاف يعني. طيب as I knocked the house I noticed a light on upstairs. وانا بقرب من البيت as I approached، وانا بقرب approached ممكن يكون معنا اقترب، وانا بقرب من البيت اخدت بالي ان في نور على السلم. In نقط the technology is first introduced in 1940. In fact في الواقع او في الحقيقة التكنولوجيا اتقدمت اول مرة سنة 1940. A new نقط has been developed by scientists to use paper instead of speakers. بيقول لك طريقة حاجة يعني هو شيء جديد اتطور وتحسن عشان نستخدم الورق بدل من السبيكرز بدل من السماعات. مش عارف ايه علاقة الدب بس هو في السؤال جايب كده. فهنا بيقول لك طريقة جديدة او new approach زي new way كده بالظبط. The adjective نقط means causing difficulty of problem. بيقول لك هي صفة معناها ان الحاجة دي بتخليها صعبة او بتسبب مشاكل. هي inconvenient غير ملائمة. سؤال رقم 91. أو أن نقط is a series of actions. هي عملية عشان ننتج شيء معين process. طب ليه مش operation؟ لأن اتفقنا الoperation أو العملية دي بتكون في الجيش في المستشفى وبتكون كمان في الكمبيوتر، لكن العملية اللي بتكون من خطوات أو من سلسلة من الخطوات كده بنسميها process. The نقط on the most planes are very good now. Music sounds loud and clear on them. بيقول لك ان السماعات اللي على اغلب الموبايلات، انا قريتها planes معرفش يعني ايه، phones اللي هي الموبايلات يعني، السماعات بتاعت الموبايلات كويسة تسمع منها بشكل كويس. We are in need of free reform in our educational. محتاجين نعمل ايه يا شباب في عملية التعليم؟ محتاجين لإصلاح في educational، في عملية التعليم. عملية التعليم اسمها ايه يا شباب؟ educational process. The enemy troops were not by our troops. troops اللي هم الجنود. بيقولك ان الجنود بتاعت العدو كانت محاطة من كل اتجاه بالجنود بتاعتنا ان شاء الله زي اخواتنا في فلسطين. surrounded محاطة surrounded by. some people او some people are afraid that the light from the sun might go out نقط during an eclipse. بيقول لك ان في خلال الخسوف بتاع الشمس، اعتقد خسوف او كسوف مش بصراحه ما اعرفهمش حتى بالعربي، فانت كده كده ايه بقى صلح لي يعني. بيقول لك خلال اعتقد خسوف الشمس او كسوف مش ايا كان،
خلال حاجه من العمليتين دول بتاع الشمس، بيقول لك ان الناس خايفه ان الضوء بتاع الشمس خلاص ايه يختفي بشكل دائم، بشكل دائم يعني permanently. Might go out permanently. Permanent يعني دائم، بس دي صفة. انما هنا بيوصف الذهاب. احنا شباب اتفقنا في اول حصه بتاعه المنهج ان الحاجه اللي بتوصف الفعل هو الحال، فهنا هو بيوصف فعل الذهاب بتاع الشمس او اختفاء الشمس permanently اخرها ال y، عكسها temporarily بشكل مؤقت. My brother wants an odd job for the house. بيقول لك هو محتاج وظيفه في الصيف بس في شرم الشيخ، وظيفه مؤقته temporary. هنا وصف الوظيفة، فوصفت الوظيفة عن طريق الادجكتيف عادي، مش اخرها ال واي ولا حاجة. Printing is a method. الطباعة هي طريقة من الكتابة. بص برضو rather than. Rather than زي ما اتفقنا بيجي بعدها verb اخره ing. بيقولك ان الكتابة هي او الطباعة هي طريقة بدل مش عارف من ايه، حاجات بقى كتير مش قادر بصراحة اقرا. انت بقى اقراها في البيت. خلاص واحد كبر مش قادر. علي drew some unknown figures on the نقط. علي رسم حاجات كده اشكال غريبة على الورق اللي ادهونه على الشيت. طب ليه مش papers؟ لان papers دي يا مستر معنى مستندات، اكيد ما رسمش على المستندات، رسم على الورق. ورق paper بس او شيت، ما عنديش paper يبقى عندي شيت. This product has become edible due to the damaged نقط. بيقول لك ان المنتج ده خلاص بقى مش ما ينفعش نستخدمه بسبب ان الباكجينج او التغليف بتاعه كان متدمر. ذا دامجينج باكجينج. ا او ان نقط. is someone whose job to check that something is of a good enough standard and that rules are being obeyed. بيقول لك هو شخص بيتاكد ان الشيء ده معمول بشكل كويس وبيتبع بنقول عليه بيتبع الايه المواصفات والكلام ده كله. ده الشخص المفتش. مفتش يعني انسبكتور. مفتش يعني انسبكتور. كوندكتور ده اللي هو المحصل بتاع، او مش محصل، عارفين يا شباب الشخص الكمثالي ماشي. وانفستيجيتور ده المحقق. المحقق ده في البوليس، لكن اللي بيتاكد ان مواصفات الحاجه ده بنسميه انسبكتور، اللي هو الايه يا شباب المفتش. That film was made by a famous نقط. الفيلم ده اتعمل بواسطه مخرج مشهور. By a famous director. Our children should not well in front. الاطفال المفروض يتصرفوا بشكل كويس. Behave well. Behave. The spider uses his web. العنكبوت بيستخدم شبكته عشان يقبض على او يقفش الانسكتس الحشرات. A bee stung. النحله قرصتني في وشي. So I got نقط اي. لما بيقرصك نحله بيجي لك نوع معين كده من الاصابات اسمها ريد اي. ماشي. My father had an نقط with my mother about home expenses so she was sad. بابايا زي اي اب في الدنيا كان عنده خلاف مع مامتي بسبب ايه مصاريف البيت، وانتي مش حاسه بيا، وانتي بتخلي عيالي يروح يقول لي هاتي فلوس. عارف انت الشغل بتاع الابات والامهات ده. فهنا كان بينهم ايه يا شباب، كان بينهم جدال argument. فحتى وانا كاتب لك ان فلازم يبقى بحرف متحرك. The rural environment. البيئة القروية has a not effect on children hills. has a positive effect. طبعا ان الطفل يتربى في بيئة كده ايه ما فيهاش pollution، تلوث، ما فيهاش مصانع، ما فيهاش عربيات كتير، في منطقة ريفية يعني، بيكون ليه تأثير كويس على صحته. Parents. الاباء بيلعبوا دور مهم. Important role. The house is not really convenient for large family. Suitable for. لا. convenient يعني ملائم. هنا البيت مش مناسب لعائلة كبيرة. ليه يا مستر قلت مناسب؟ طب ما الاثنين معناه مناسب. عشان حرف الجر فور. حرف الجر فور غصب عني خلاني استخدم suitable. طيب يعني اثنين معناه مناسب اه، بس الحرف الجر هو اللي خلى الموضوع يختلف. Public health officials were called to not the building. بيقول لك ان الناس بتوع الصحة يعني جم عشان يعملوا ايه في المبنى، عشان ينسبكت، يفتشوا في البيت ويفحصوا البيت. عارف مثلا وقت كورونا كان بيبقى فيه بيوت فيها حالات كورونا كتير، فبينادوا حد من الصحة عشان يعرف يخرج الناس من غير اي مشاكل وكده. دكتور عائشة wrote many books and articles on culture. كتبت مقالات عن الثقافة والحضارة والدين والكلام ده كله. We saw a film being made by a famous نقط.
today. شفنا فيلم بيتعامل بواسطة ايه؟ بيتعامل بواسطة كاتب ولا بيتعامل بواسطة مؤلف ولا بواسطة مخرج؟ مخرج مشهور. ان الفيلم يحصل له made، عارف لو قال لك write يبقى خلاص writer او author، اي واحدة فيهم. لكن هو بيتعامل، فطبعا اللي بيعمل الفيلم بيكون المخرج. يقول لك هم ناس بيسافروا الفضاء، اكيد الاسترونوتس رواد الفضاء. في اسئلة تانية؟ مش طيب. ف دي كلمات يونت 3. يونت 3 كلماتها كتيرة سيكا وكلماتها جديدة شوية عليك، فأتمنى تكون بذاكرها كويس قبل امتحان الشهر بتاعك، عشان مفيش أي حد يخش امتحان الشهر ومتلخبط في كلمات يونت 3. كل اللي عليك بس انك تذاكر كويس لامتحان الشهر، مش عايز حد يقلق، مش عايز حد يخاف. مطلوب منك تذاكر وتعمل اللي عليك وتشوف نتيجة مذاكرتك دي قد ايه. لو ذاكرت 10 ساعات هتلاقي نتيجة ال 10 ساعات، ذاكرت 20 ساعة هتلاقي نتيجة 20 ساعة، ذاكرت 30 ساعة هتلاقي نتيجة 30 ساعة. ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه، فانت اتعب واجتهد كتير عشان تلاقي نتيجة كتيرة. ولو ما لقيتش، لو انت تعبت كتير او متأكد انك تعبت كتير ما لقيتش نتيجة كتيرة، اعرف ان ربنا شايلها لك في حاجة تانية. ممكن تجيب درجة وحشة في امتحان الشهر بتاعي، بس ربنا يكافئك اخر السنة وتجيب درجة عالية، وده المطلوب. انا كده كده بمتحنك امتحانات على مدار السنة، مش انا عايز احتفظ بالورق بتاع الامتحانات عندي، انا عشان عايز اعمل ايه؟ عشان عايز اكون مؤهلك لامتحان اخر السنه ان شاء الله. فبالنسبه لي الاهم ان انا اكون بجتهد وبذاكر على المدى البعيد عشان اخر السنه ان شاء الله. فده فيديو كلمات يونس 3، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام عليكم.